إذن بشأن تصاعد ظاهرة النزاعات العشائرية في ظل انفلات السلاح وانخراط عناصر الميليشيات فيها، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم. شيخ أحمد، سلام الله عليكم. نزاع بين عشائر في محافظة ذقار مستمر منذ أسبوعين، هذا النزاع يخلف خسائر بشرية كبيرة، ولكن شيخ، إلى ما ترجع تزايد ظاهرة النزاعات العشائرية في خاصة في الفترة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام. حياك الله شيخ. بالنسبة حق أخي العزيز، النزاعات العشائرية لم تكن وليدة اليوم، بل كانت تحدث منذ القدم، لكنها لا تتعدى الأعراف والتقاليد والمعمول بها عشائريا. نعم. ستنتهي في فترة قصيرة جدا، لكن بعد عام 2003 وبعد الاحتلال الغاشم العراق وتدخل الإيراني السافر وغياب الدولة، أخذت هذه النزاعات مساحات واسعة في الانتشار، وأخذت تستمر لمدة طويلة، تستخدم فيها كافة الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة. وهذا حقيقة هذه والأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث هو ضعف الدولة وضعف أجهزتها الأمنية وغياب القانون والإفلات من العقوبة، والحقيقة ونشاط الجماعات المسلحة والميليشيات وخاصة ميليشيات الحشد التي تحمل السلاح المنفلت. وهناك الحقيقة أيضا الأمر مهم هو انتماء أبناء هذه العشائر إلى الحشد وإلى الميليشيات التي تمتلك القرار والسلاح، وهذا أدى إلى تورط ميليشيات الحشد في كثير من النزاعات التي تحدث في عموم المحافظات، بل هي في كثير من الأحيان تدير هذه النزاعات. وهذه الأسباب التي أدت إلى تزايد ظاهرة النزاعات العشائرية في المدن العراقية. شيخ أحمد، يعني هناك من يقول أن الميليشيات تتحمل مسؤولية وصول هذا السلاح ليد العشائر، نتحدث هنا طبعا عن أسلحة متوسطة وأحيانا ثقيلة، ولكن ما الهدف من وراء ذلك شيخ؟ أخي العزيز، بالتأكيد الكل يعلم أن الميليشيات المسلحة تتحمل مسؤولية كاملة في وصول هذا السلاح بيد أبناء العشائر، والغاية هو لجعل المحافظات والمدن العراقية ساحات معركة محتدمة لحسم صراعات الأحزاب السياسية والسيطرة على المناصب والمكاسب لهذه الأحزاب التي تنتمي إليها هذه الميليشيات، التي على عاتقها تنفذ عمليات القطف والقتل والتهجير القسري في بعض المناطق، وخاصة في مناطق ديالة للتغيير الديمغرافي. وهذه الأعمال الحقيقة اللي قاعد تحدث من هذه الميليشيات هي خدمة لأجندات خارجية لها أطماع في العراق. أخي، نعلم أن من ساهم في تخزين السلاح لدى العشائر هم ما يسمون نفسهم رؤساء الحكومات، وخاصة من زمن المالكي ومن جاء من بعده، وجاء السلاح إلى أبناء العشائر عن طريق الهبات أو الهدايا من أجل شراء الذمم لاستمالة هذه العشائر لتمرير مصالحهم الشخصية الضيقة، وخاصة استخدموا هذا الأسلوب في أثناء الانتخابات لحماية أنفسهم ولحماية أحزابهم والوصول إلى السلطة من خلال هذه الأصوات التي أوصلت الحقيقة هذه العشائر إلى امتلاك السلاح، بحيث أصبحت العشائر تمتلك سلاح يفوق ما تملكه القوات دولة. الأمنية. نعم. والجيش. وهنا نعم الحقيقة عندما تكون دولة داخل دولة. نعم. شيخ أحمد، ارتباط أجندات الأحزاب مع بعض العشائر بطبيعة الحال طبعا يزيد من مؤشرات استفحال ظاهرة النزاعات، ولكن كيف ستنعكس هذه النزاعات على المجتمع العراقي وعلى المجتمع العشائري داخل العراق؟ بالتأكيد الحقيقة هي الأحزاب المتسلطة على الرقاب العراقيين ارتبطت أجنداتها مع بعض شيوخ العشائر. هؤلاء الشيوخ الذين لا يملكون شيء من الأعراف والتقاليد والقيم العشائرية، لأن هؤلاء الشيوخ امتهنوا هذه المشيخة وكأنها منصب يستغلها لأغراض الارتزاق، ولهذا سمحت هذه الأحزاب بأن تصل الأمور في العراق إلى هذه الحالة المساوية التي أدت إلى استفحال الاقتتال العشائري المستمر والخلافات على أبسط الأمور، وكذلك إلى تفكيك المجتمع العراقي. وبالتأكيد أن المتضرر الأول من هذه النزاعات هو المواطن العراقي البريء الذي لا حق له ولا قوة. هذه النزاعات العشائرية المفتعلة من قبل هذه الميليشيات
وعصابات الجريمة التي تقدم أجندات أجنبية، والتي طبعا والتي أدت إلى حروب دموية. يعني هذه النزاعات وصلت إلى حروب دموية مستمرة، أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطن البريء. طيب في هذا الإطار، في هذا الإطار شيخ أحمد، هل ترى أي دور للحكومة في الحد من هذه الأزمة على الرغم من الوعود التي أطلقها مصطفى الكاظمي للحد من النزاعات العشائرية، وبالتالي هو وعد بحصر السلاح بيد الدولة؟ كيف ترون دور الحكومة في الحد من النزاعات العشائرية شيخ؟ أخي العزيز، عندما تختفي الدولة بكل هياكلها القانونية والسياسية والأمنية، هي تبقى أساسا لا وجود، هي أساسا بالضبط ماكو دولة بالعراق من عام 2003 من الاحتلال لحد الآن، بل حلت محلها دولة الميليشيات الولائية التي تخدم الأجندات الخارجية وتخدم أحزابها المسيطرة على رقاب العراقيين. هذه الميليشيات متورطين، بل هم من يديرون هذه الأزمة حسب مصالحهم ومكتسباتهم وما يخدم مشروع سيادتهم. فإذا أصبح لا دور لما يسمى بالحكومة في السيطرة أو الحد من هذه الأزمة أو هذه الظاهرة. أما ما يخص الوعود التي تطلقها الحكومات المتعاقبة من المالكي إلى الآن إلى الشيع السوداني محمد الشيع، هي مجرد حبر على ورق ولا توجد لها أي تأثير في المشهد السياسي والأمن على الأرض. من إسطنبول، الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق شيخ أحمد الغانم، شكرا جزيلا لكم.